دلوقتي هو طبعا المشاريع انت عارفه في حاجه اسمها ستارت اب، هي لسه بدايه، فبيبقى زي ديمو فيرجن كده ان انت بتشوفي الناس رايها ايه. فانا ابتديت اعمل اكل وحلويات وحاجات كده من البيت، مش من عربيه ومش بنزل ابيعها في الشارع والكلام اللي اتقال طبعا، بس ابتديت اعمل اكل علمينك. من البيت ليه؟ طب وايه المانع؟ انا هعمل، في ستات عظيمه بتبيع. ما انا جايه لك اهو. انا عملت سندوتشات في بيتنا ونزلت بعتها في الشارع في العتبه وانا في الجامعه. ايه المشكله؟ ما فيهاش اي مشكله بالعكس. وكنت ببيع في العتبه يعني اعمل سندوتشات في البيت او وجبات في البيت وانزل العتبه. ليه العتبه؟ لان انا كنت ايام الجامعه برضو بشتغل في العتبه بياع في محل ملابس. مش عيب؟ عيب ده؟ لا مش عيب طبعا. ده انا ده انا ده انا فخوره بنفسي طبعا. انا هو ده اللي كون شخصيه نشوى، انك تبقى قوي قدام اي ظروف وقدام اي بني ادمين، محدش يكسرك، محدش يذلك، انت تقدر تعتمد على نفسك. لا ما بصي بقى، هي الفكره مش فكره ان انا ضد ده، بالعكس انا يعني دي حاجه تشرفني ان انا اعملها وان شاء الله انا ناوي اعملها. يعني انا بعمل براندنج دلوقتي، بس لازم كنت اخد فيدباك من الناس اشوف رايهم. أيوة. طب هما الاكل ده كويس؟ طب يستاهل ان انا اعمل ولا ما اعملش؟ فالناس بصراحه شجعتني، يعني قالت لي اكل حلو قوي وايه ده، وبعدين نظيف. يعني انا عاملاه الحمد لله، انا نظيفه في مطبخي اصلا ونظيفه في حياتي غير كده وكده، بستعمل كمان مكونات اللي بنستعملها في بيتنا. ايوه مش شغل محلات. عشان تفرقي بالظبط كده، عشان تفرقي بالظبط. فانا يعني في الفتره اللي انا فيها دي هي فتره تجربه، هل المشروع ده كان هيبقى في امل فيه ولا ما فيش؟ ولكن لقينا امل. وان شاء الله هيبقى في لانش للبراند بتاعي وعامله حاجه. اسم البراند بتاعك ايه؟ اسمه شيروش. شيروش؟ شي روش. روش ده اسمي. يعني هما بيدلعوني بيقولوا لي روش. ايوه رشروشه كده. شي زي عند رشا. هو بس بالفرنسي. تمام. فهو عند رشا زي عند رشا كده بس شيروش. تمام. فده اول براند، خدي بالك من الكلمه. ايوه اول براند ان شاء الله هبقى شغاله فيه قريب ويا الله. رب. في رسائل بقى دعم. دكتور محمد العبد عمك، الف مبروك يا رشا وبالتوفيق، انا هجيلك دهب مخصوص طبعا. وينور على راسي يا عم حبيبي. طبعا دكتور محمد علي طبعا صاحب ايادي بيضاء علينا كلنا الحقيقه، ويعني على كل الجيل ده او الجيل اللي قبلنا والجيل اللي جاي، ويعني ما تخيرش عن الاساتذه الكبار دكتور مدحت العدل واستاذ جمال العدل واستاذ رمزي العدل. انا كمان عايزة في بالانجليزي حاجات انت اللي تقريها وتقولنا ايه بقى المعنى. لا هي دي بنتي على فكره. بنتي اسم الله. اللهم صل على النبي. دي بنتي وبتقول لماما انا يعني ايه ام براود اوف يو، ان انا فخوره بيكي جدا واي حاجه، وكملت بقى بس بالفرانكو. قالت اي حاجه انت هتعمليها انا جنبك وهساعدك وفكك من كلام الناس وكده، كده الناس ما لهاش غير الكلام. حاجات كتير قوي يعني، هي كاتبه حاجات كتير قوي انها يعني الله ايه أكبر. وربنا ما يحرمنيش منك وكده. ودي بقى ماما يا حبيبتي ماما ناديه شكري. ماما. يا حبيبتي يا استاذه يا جميله يا عظيمه يا محترمه. ده هو في بوست طويل قوي يعني، ده حته منه كده، كانت برضو بتحاول انها ترفع من معنوياتي يعني. عشان اهي 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 نفسي اقول للناس اللي بتحاول تحبط بنتي وهي بتحاول تعمل مشروع تحس بذاتها، ربنا ما يحوجها لاي حد. انتم ايه مشكلتكم؟ من عيله كبيره ولا حتى مش من عيله؟ انتم مالكم؟ الناس انا عايزه افهم بس. الناس تتضايق من انسان بيشتغل يعني وما تدعموش ليه؟ طب انا هقول لك حاجه، بس هي ناس عماله بتقول عمامي عمامي عمامي. اولا انا عمامي كلهم خيرهم عليا. اذا كان خيرهم على الغرب يا بنتي. ايوه ما انا بقول لك هم خيرهم عليا يا جماعه. مش بحب اقول لك يعني. ما هو بالظبط يعني، هو من ضمن الحاجات اول ما حصل وانا طبعا بعتذر لهم ان انا طبعا يعني كنت سبب مباشر او غير مباشر في الهيصه اللي حصلت دي، ولكن اول ما حصل الكلام ده هم اصلا كلموني ومحتاجه حاجه. طب عايزه دعم طبعا. طب عايزه فلوس طب عايزه. فقلت لهم لا انا حابه اشتغل. إن انا حابه اعمل ده، وحاجه بتتولد عارفه يعني، حاجه كانه ابنك. عايزه اقول لك ان انت اقرب ما يكون هتبقي البراند ده هينتشر، هيبقى فرانشايز في كل مصر يا رب ان شاء الله يوصل للعالم كله.